السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أجمد باشمهندسين؟ معانا النهاردة مثال بسيط رسمة ممسات هنرسمها مع بعض واحدة واحدة، وبنعمل عمليات الممس وخطوات واحدة واحدة. الجواب سامع هيبقى أكبر كتير. احنا اتفقنا أما نيجي نبدأ في رسمة ممسات نعمل ايه؟ شاطرين، نرسم المحاور اللي هو المحور ده والمحور ده والمحور ده والمحور دي. ده أساس الرسمة، عواميد الرسمة. إذا أنت عملتها هتعمل دوائرك بسرعة وهتخلص نفسك بسرعة. طيب تعالى نرسم اول محور اللي هو الرأس ده كده، اقوم جاي في النص هنا كده، واقوم جاي ايه رسمه هنا مثلا كده. خلاص، طيب شفت انت اول محور اللي هو فوق ده كده، هقوم جاي عامله المحور ده كده اللي هو الافق كده. طيب جميل، المحور الافق كده انا هعمله مثلا في المنطقه دي كده، كويس هنا في المنطقه دي مثلا يعني. تمام، مسطرة التي بتاعتك اعملها او اظبط مثلث ارسطو كده، خط اللي هو في النص ده انا ظبطه على خط المحور بتاعي اللي هو انا لسه عامله راسي، وهعمل عليه محور ايه افق كده. بعد كده جه انك هتنزل تحت تعمل محور تاني هنا كده، المحور ده على بعد 75 من المحور ده كده، بس حتى هو كتب لك هنا 75، يبقى ان الفرق بين ده وده 75، يبقى انا هاجي على بعد 75 عامل محور تاني اهو. هقوم جاي عامل محور ايه تاني، جميل جدا. بعد كده انت عندك في محور تاني اهو، هو بتاع الدوائر الصغيره دي، هنعمله بس خلوه وقت ما نيجي نعمل الدوائر الصغيره. طيب تعال بقى نبدا نعمل الدوائر بتاعتنا. انت اول دايره عندك انا قطرها 32، يعني انا هفتح البركل بتاعي 16. جاي فتح البغي بتاع 16 وعامل الدايره دي. بعد كده جه عندك الدايره الكبيره القطر بتاعها 58، يعني نص قطر راديوس كام؟ هيبقى 29. ادي 29 وارتكز في السنتر اللي انا اسسته، واقوم جاي عامل الدايره الكبيره بتاعتي. اوكي، بعد كده هنبدا نعمل الدايره اللي تحت. في دايره كبيره جدا اهيت عندك القطر بتاعها 68، يعني الراديوس بتاعها النصف قطر هيبقى 34. اوكي، افتكس في السنتر واعمل دايرة قطر كام؟ 34. واخد بالي الدوائر دي ان هي بره دي اعملها بدقة عشان الممسات بتاعته تظبط. بعد كده هلاقي عندي محور اهوت على شكل دايره اهوت، ان هو عشان يأسس مراكز الدوائر الصغيره دي. طيب المحور ده قالك القطر بتاعه 50، يعني الريدس بتاعه نصف قطر 25. اقوم جاي مرتكز، طبعا فتحت البغل بتاعي 25، اقوم جاي عامل محور. بص، بالنسبه للدوائر الصغيره دي هو مش كاتب لك يعني دي مثلا كام درجه، تمام؟ فانت كمهندس ما ينفعش حاجه زي دي تقدر كده. هو دلوقتي احنا عارفين ان هو عامل لك دايره هنا ودايره هنا، بس انت عارفين احنا عارفين مع بعض ان احنا لفينا كده 180 درجه، فهو حددك دايرتين وموزع المسافه دي قد المسافه دي قد المسافه دي بالتساوي، يبقى الدايرتين دوت هو موزعهم على 180 درجه. فاحنا لو ابتدينا بدايره، لو سيبنا 60 درجة وعملنا دايرة، وبعد كده سيبنا 60 درجة وعملنا دايرة، وبعد كده جينا سيبنا 60 درجة وعملنا دايرة، يبقى احنا كده مشينا ال 180 بتوعنا وعملنا دواير مظبوطة، يبقى بالعقل دي كام؟ 30 درجة، ودي 60 درجة. يبقى انا عايز اعمل المحور ده على بعد 60 درجة أو 30 درجة من المحور الرأسي، فأنا أقوم جاي مسافة زي 30 60، وأروح جاي مرتكز كده على السنتر بتاعي. انا خليت الخط ده جنب خط المحور ده، واقوم جاي طبعا ايه رامل المحور بتاعي. خلاص، واقوم جاي المثلث الجاي التانية كده واعمل المحور بتاعي. طب انا كده عملت محاور الدوائر اللي فوق، طب الدوائر اللي تحت عايز اعمل لها محاور، ما انت معاك 30 درجة هنا اهو، اقوم جاي عامل مكمل المحور بتاعي كده. تمام، نفس الكلام في طريقة تانية بقى برضو ممكن اقول لك ازاي تعمل. انا عملت محور هنا عايز اعمل محور قصاد الجاية التانية، امد الخط ده، اقوم جاي هاخد المثلث بتاعي ظبط على الخط ال 30 ده، واقوم جاي امده بس كده هنا كده. كل اللي ناقصني دلوقتي ان انا اعمل الدوائر بتاعتي، هقوم جاي
الدائرة دي كام؟ الدائرة ديت قالك إن قطرها كوم 10، أقوم جاي جايب الشرنال الدائرة بتاعته المحترمة، يا إما أفتح البرجر بتاع 5 وأنا أفضل الشرنال عشان تنجز وقت تطلع الدائرة بتاعتك مظبوطة، أقوم جاي حاط دائرة هنا، دائرة هنا كده، ظابط السنتر ده على السنتر ده، سايب من هنا قد من هنا، وأقوم جاي أعمل إيه الدائرة بتاعتي، تمام؟ وهي دي دائرة كمان، وهي دي دائرة كمان. طيب جميل جدا. كده انا عملت الدوائر بتاعتي وعملت الدائره دي وعملت الدائره. تعالى من بقى المماسات دي، انت عندك المماس الخارجي ومماس داخلي، لان هو بيبص للداخل، باص للداخل بيمس كده داخلي داخل جوه، وده بيمس من بره كده وبص لبره الرسمه بتاعتنا، فعشان كده هي مسميه. طب المماس الداخلي ده احنا عملنا ايه؟ احنا المماس الداخلي ده بادئ من اول الدائره الكبيره دي ونهي عند الدائره الاصغر منها دي، فانا في علاقه معايا بين الدائره الكبيره والمماس اللي هو ال 30 ده والدايره الصغيره الثانيه ومماس ال 30. فالعلاقه ده عشان اعمل المماس ده مظبوط بمعمليات مماس اعمل ايه؟ او هجيب نصف قطر الدايره الكبيره دي. نصف قطرها كام؟ الدايره الكبيره دي انا قطرها 68، يعني نصف القطر 34 زائد نصف قطر المماس هو هنا كده كام؟ 30 هيساوي 64. طيب جميل. واجيب نصف قطر الدائرة الثانية اللي المماس هينتهي عندها هنا كده، اللي هي قطرها كومبو 58، نصف القطر حوالي تقريبا 9 و اللهم صل على النبي 29 زائد ال 30 بتاع نصف القطر بتاع المماس اصلا تديك 59. طيب جميل. هفتح بقى البرجر بتاعي. اول حاجة ال 59 مثلا، هكتب عليها رقمين، هفتح مثلا ال 59 الاول اهو 59 وارتكز ال 59 جاتني برقم اللي هو نصف قطره 29، يعني الدائرة اللي فوق ارتكز فيها واعمل قوس خفيف كده اوكي. بعد كده هنا ارتكز افتح ال 64 واجي ارتكز في الدائرة اللي تحت اللي هي ادتني كان نصف قطره 34، ارتكز في السنتر كده واعمل قوس تقاطع في نقطة. انا هعمل اول حاجه لازم تعملها انك شفت المركز بتاع الدائره اللي هيبتدي منها المماس اللي هي الدائره دي، هوصلها بالنقطه الجديده اللي انا عملتها، بس انا مش محتاج الخط كله، انا محتاج بس الحته دي عشان عايز اشوف المماس هيبتدي منين، فما توصلش الخط كامل، وصل بس كده تبين للدكتور ان انت فاهم اصلا ومستواك متقدم وبروفيشنال، عشان بعد كده لما يبقى الرسمه فيها شغل كتير ما تعقدش الدنيا وتعمل خطوط كتير. برضه سنتر الدائره دي مع النقطه الجديده، محتاج بس انت محتاج النقطه دي مش اكتر، اللي هي النقطه بتاعت نهايه المماس. اوكي تيجي بقى انت ترتكز فين؟ ترتكز في النقطه الجديده دي بتاعتك، تقفل برجلك، تقفل برجلك لحد ما شفت نقطه البدايه دي، تحط عندك برجل كده. قبل ما تعمل الكوز بتاعك تشوف الاول هل هتظبط في الجهه الثانيه ولا لا. ظبطت هنا وظبطت هنا، واقوم جاي انا عامل ايه الكوز بتاعي. انا كنت بقول لك تعمل كده عشان لو ما ظبطتش نبدا نحرك البرجر السنتر اللي هو ارتكز فيه ونظبط الخط عشان ما نعملش الخط ونرجع نمسح وكلام من ده. اوكي كده احنا عملنا مماس ايه داخلي للداخل. طيب تعالى نعمل مماس خارجي ومماس ده كده اللي هو من بره ده كده. نفس الفكره بالظبط، بس احنا المره دي هنطرح نصف قطر المماس بنصف قطر ايه المماس نصف قطر الدائره الكبيره. طيب ازاي بقى؟ مش المماس عندك ابتدي من الدائره الكبيره دي وانتهي هنا عند الدائره دي؟ هو قال لك نصف قطر المماس 100، يبقى انا هقوم جاي واخد ال 100 دي 100 هطرحها مره من نصف قطر الدايره اللي هو انتهى عندها دي، الدايره اللي انتهى عندها دي نصف قطرها كان 29، والدايره الثانيه الكبيره هقوم جاي واخد ال 100 برضه بتاع المماس طرحها من نصف قطر الدايره الكبيره اللي هو كان 34. على الاله الحاسبه بتاعتي هتديك دي 71 ودي هتديك 56. اوكي 56 66. طيب بعد كده هفتح ال 71 بتوعي،
مثلا فتحنا 71، و71 دي كانت جايه من نصف قطر الدايره دي، واقوم جاي عامل قوس هنا كده مثلا، خط خفيف يا جماعه. انا بالنسبه لي بتهيألي الخط شويه عشان تشوفوه بس في الكاميرا. بعد كده افتح 66، 66، وافتكس في الدايره الثانيه اللي كانت نصف قطرها. اوكي، هو النقطه دي تمام، النقطه دي كده. اوكي، بعد كده اقوم جاي موصل من سنتر الدايره بتاعتي، جاي ابتدي منها مماس من هنا كده للنقطه الجديده. بس مش هاخد خط كامل، انا عايز بس اشوف اجيب سوري اقوم جاي موصل من بره كده، انا عايز النقطه اللي هبتدي منها مماس. نفس الكلام من هنا، السنتر بتاع الدايره دي مع النقطه دي كده، وانا محتاج الحته اللي هنتها عندها المماس. هرتكز في النقطه الجديده بتاعتي دي اهي، وافتح افتح 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 لحد ما ايه، ما اوصل لنهايه المماس اهو، هي النقطه دي كده. بصوا يا شباب، انا كده عند نهايه المماس اهو. هل هعمل خط رأي الاول اشوف هتظبط معاه ولا لا؟ فعلا ظبطت ان هنا ظابطه اهيت، ظابطه هنا اهي، بصوا هنا اهي، وظابطه هنا اهي. ساعتها انا هعمل المماس بتاعي. انا الاول بتاكد عشان لو مش ظابطه اظبط الدنيا الاول، بعد كده اخد الخط بتاعي كده. تقدر تقلي الرسمه بتاعتك وتفنش الرسمه وتكتب الابعاد وتسلم رسمتك. اتمنى اكون قدرت افيدكم. يا ريت اللي ما جاش في اول مره يشوفني يلف رفه في القناه، مش هتندم وهتلاقي حاجات كتير قوي تنفعك وهتستفاد. ولو عندك اي رسمه عايز نرسمها تقدر تتواصل معايا وتبعتها لي وانا ارسمها لك، مش مشكله عندي. واحطها من ضمن خطه الكورس. انا مكمل في الكورس، هقعد معايا تقريبا سنه اشتغل فيه، لاني بجمع رسومات من جميع الجامعات وبشوف كل الجامعات عايز تعمل ايه عشان ارسم احول افيد الدنيا كلها.